أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في مكان يوجد فيه صور معلقة؟ تكره الصلاة في المكان الذي فيه صور منصوبة، كما ذكر الإمام ابن القيم، بل قال إنه إن ذلك يحرم، أن يعني فيه تشبه بعباد الصور الذي والنصارى في كنائسهم يعلقون فيها الصور ويتعبدون فيها. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المكان الذي فيه صور معلقة لا ينبغي الصلاة، أقل أحوالها الكراهة، لا ينبغي الصلاة فيه لأنها صور منصوبة. نعم.